لقد فقدت جمهورية مصر العربية، وفقدت الأمة العربية كلها، وفقدت الإنسانية جبهة من أغلى الجبهات وأشجع الجبهات وأخلص الجبهات، هي جبهة الإنقاذ. وقد فقدت الجبهة في ظروف غامضة حيث لم يسمع عنها أحد وجاري البحث عنها. النائب العام يفتح تحقيق بشأن اختفاء جبهة الإنقاذ، والداخلية تؤكد جاري البحث عن الجناة، وفي خلال 48 سنة ستعود الجبهة. حماس تعلن مسؤوليتها عن حادث اختفاء الجبهة. أبو إسلام في حديث خاص يتساءل إيه اللي جابها. الدكتور مرسي يؤكد في تصريح لقناة سبايسي تون اتش دي، واحد من الصبعين ثلاثة اللي لعبوا في البلد هو اللي لعب في الجبهة. المرشد العام يصرخ النباتات وبعديها الجبهة، هي مصر إيه اللي نبها. والبلتاجي هترجع الجبهة لو البرد عيسبها. هذا وفي نهاية النشرة يتوجه الدكتور البردعي بهذا النداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة. فقدت جبهة إنقاذ غير قادرة على العمل، متخبطة سياسيا، متغيبة منذ أحداث الاتحادية، ترتدي زي الوطنية على من يجدها الاتصال بحزب الدستور أو التيار الشعبي، ولكم الجزاء. وانشرها ولك الأجر، وإن لم تنشرها فاعلم أن البرلمان هو الذي منعك. سيدتي أنسة سادتي، إلى هنا تنتهي نشرة أخبارنا، على وعد بلقاء آخر على رأس الساعة في نشرة التاسعة، بتيجي بعد منى الشاذلي ما بتخلص على طول، وفي أمان الله.